مرحبا، معك الدكتور بكر أبو راشد، طب وجراحة الفم والأسنان، خريج بكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا والماجستير السريري في التركيبات السنية من نفس الجامعة. العلاجات المقدمة في العيادة تشمل عنا تجميل الأسنان، قشور الخزفية، زراعة الأسنان والتركيبات السنية بأنواعها المختلفة. لأي استفسارات بإمكانكم التواصل معنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام ومن خلال شبكة طبكان. ويعطيكم العافية.